اطلاع الفريق على سجلات المهام الجوية في ذات اليوم الوارد فيه الادعاء، تبين طبعا بأن قوات التحالف قد تعاملت مع هدف عسكري مشروع عبارة عن مستودع أسلحة يبعد عن المستشفى الألماني مسافة 17 كيلو متر، وهذا الهدف يبعد عن الحدود السعودية اليمنية مسافة 500 متر، وبالتالي فإن هذه المسافة مسافة آمنة بحيث لا تصل الأضرار الجانبية إلى منطقة المستشفى. بعد التحقيق في هذه الواقعة تبين للفريق بأن الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.